السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. كديرين بخير؟ دابا غادي نشدو الكران. دابا عندنا 7:30، شويه معطلين وخفقت مع 6:30. المهم معانا fai attenzione ai borseggiatori. دابا خدينا البي وغنمشيو نفطرو. حنا يلاه سالينا الفطور، باقي لينا 20 دقيقة ونشدو الدراهم. غنبقاو باركين في القهوة ديال ستاسيون ونشدو الدراهم. هذه هي ستاسيون. حنا دابا خرجنا فين كيتسناو التران. قبيله كنا داخلين راها خاويه، كاينين غير جوج ولا ثلاثه الناس. تا غيقرب يجي التران عاد باش غتبدا تعمر. شوف
احنا دابا يلاه وصلنا. المهم دابا غندورو شويه وعاد باش غيجي الشافور يوصلنا. قبيله كان شويه البرد، دابا بدات كتخرج الشميشه. احنا دابا خارجين من ستاسيون، انا نوريكم الدنيا كي دايره هنا. عيت عاد الباليزه فيها شي 10 كيلو ولا 20. هيا شوفوا لا شتوها. المهم انا نوريكم دابا. احنا دخلنا شويه للقهوه حيتاش الصهد بزاف برا، وعاد باش غنخرجوا نشوفوا شنو غندير، واش غنمشي ولا غنبقاو ندورو شويه. احنا دابا وصلنا هذا اوتيل غنخدمو فيه، تنوريكم كي داير. كما كتشوفوا دابا مع هذا اول نهار، قالوا لينا دورو شويه باش تعرفوا على البلاصه. دابا راهو الاوتيل ديالنا اللي خدامين فيه، ومني كنخرجوا منه كتكون هذا هو المنظر ديالو. عرفتوا الصراحه زوين الجو هنا. انا غنفيلم لكم داكشي اللي غنقد عليه، وكل نهار غنحاول نلوح لكم شي حاجه ولا نهار او نهار لا تشوف. المهم هذا هو المنظر، تما كاينه ايزولا صغيره كيمشيو لها بالباطو كما كتشوفوا تما، وهذيك شوف هذاك بحال زوين. المهم هذه هي النهايه ديال الفيديو، نتمنى يعجبكم وما تنساوش ديروا لايك. غدا غدا نوريكم فين غيعطيونا البيت وهذاك الشيء كيفاش غنسجفوا. المهم غدا ندير لكم فيديو اخر. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو مع صحابكم.